تيبكو دلوقتي مع واحد من المشروعات المؤثرة تحديدا في القاهرة، مشروع تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان. المحطة بتساهم في تغطية 9% من احتياجات مصر من الكهرباء. محطة جنوب حلوان محطة بنظام الضغوط فوق الحرجة 3650 ميجا وات. دراسات الجدوى المبدئية للمحطة أنها تساهم في تغطية 9% من احتياجات جمهورية مصر العربية من الكهرباء. المحطة توازي في إنتاجيتها السد العالي، موجودة على بعد 115 كيلو من القاهرة وعلى بعد 15 كيلو من مدينة بني سويف. بدأنا الشغل في المحطة من 2/8/2014 أعمال التنفيذ الفعلي. تعمل بنوعين من أنواع الوقود، وقود أساسي الغاز الطبيعي ووقود للطوارئ المازوت. القدرة الإسمية لها 650 ميجا وات لكل وحدة. الحمد لله في تجارب الأداء أنتجت 670 عند حمل 100%، وفي حمل اللي هو بيسموه الماكسيمم كونتينوس ريت وصلنا ل 730 ميجا وات لكل وحدة. المحطة كمشروع احنا طرحنا الباكج المختلفة في فترة من الفترات كان في ركود في السوق العالمي، فده أدى إلى أن احنا نحصل على أسعار كويسة جدا. لما تبقى محطة 3 وحدات في 650 ميجا وات إجمالي تكلفتها بالمعادل المصري حوالي 424 مليار جنيه، حوالي 1.45 مليار دولار، فده سعر تنافسي جدا. احنا في محطات الكهرباء باستمرار بيبقى فيه تدريب داخلي وتدريب خارجي. المهم اهتمامنا منصب على الحفاظ على المعدات، لان هي دي مكاسب تخص الدولة وتخص البلد، فلازم رفع مستوى المهندسين والفنيين عشان يقدروا يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديث ده ويقدروا يحافظوا على المحطات لعمر المحطة اللي هو بيصل الى 40 سنة. استطعنا ان احنا نصل الى 51 مليون ساعة عمل بزيرو حادثة بدون حوادث، فده فضل من ربنا كبير قوي بتحقق والحمد لله. احتياج الكهرباء في الفترة الأخيرة ديتي أكتر من احتياج جمهورية مصر العربية. احنا وصلنا دلوقتي لأن احنا لأي محطة من المحطات نقدر ناخد المحطة ونعمل لها العمارات اللازمة والصيانات اللازمة من غير أي مشاكل في البرنامج الزمني، لأن الإجمالي الطاقة دلوقتي داخل شبكة جمهورية مصر العربية تتجاوز الـ 52 جيجا، وأقصى احتياج للشبكة حاليا 29 جيجا. لسه هنكمل مع حضراتكم، لسه هنشوف أماكن تانية، وشفنا على مدار الأيام اللي فاتت الأسبوع ده من بداية الأسبوع ومكملين مع حضراتكم، هنشوف محافظات مشروعات، هنشوف عشوائيات بتتغير، هنشوف ونسيب الكاميرا ترصد لينا إيه اللي حصل في بلدنا، وكل واحد بقى في موقعه يسأل نفسه عن دوره في اللي جاي، لأنه الإنجاز لسه ما انتهاش ولسه عندنا حاجات كتير وملفات كتير مفتوحة في بلدنا محتاجة أنها تنجز بإيدين المصريين.